Draw the three more the circles that describe the following state of stress. مديني سيجما ولتكن في اتجاه الاكس وسيجما في اتجاه الواي والشير مفيش. هنا 400 باوند بير سكوير انش، 300 بالماينس، وهنا زيرو، وبالتالي دول برينسيبلز، برينسيبل ستريسز. ليه؟ لان ده اللي اداني المعلومه دي، ان مفيش عندي شير. المستويات اللي ما فيهاش شير هي برينسيبلز. طب نرسم، عندنا مستوى في 400 مع صفر تكون هنا 400 مع زيرو، وماينس 300 مع زيرو، يبقى السيجما افريج هتساوي 400 زائد ناقص 300 على 2 يديني بلس 50 كي اس اي، يعني مثلا حاجة هنا كده، ده الافريج. والتاو ماكسيمم بالمرة اللي هو سيجما واحد ناقص سيجما تلاتة على اتنين. سيجما واحد 400 ناقص ناقص هيبقى 350 مي، لا كي اس اي، بي اس اي نفس الشيء هنا بي اس اي. طيب احنا عندنا سيجما واحد سيجما تلاتة، لان سيجما اتنين بصفر لازم تكون بينهم. احنا عندنا لازم يكون سيجما واحد اكبر من او يساوي سيجما اتنين اكبر من او يساوي سيجما تلاتة. هنا 400 وده ماينس 300 والثالث هو اللي بصفر. سميت او خليت السيجما اتنين بصفر عشان تبقى اكبر من سيجما تلاتة. طيب عندنا من 400 لصفر ده النص بتاعها وهيبقى 200، يعني حاجة كده مثلا قد دي، ففي عندنا دايرة بالمنظر ده، لمونة حاجة كده، وفي من صفر هنا الارتفاع ده هيكون 150 والارتفاع ده هيكون 200، يبقى بين السيجما 2 والسيجما 3، بين السيجما لا سيجما 1 في عندنا 200 اللي هي 400 ناقص 0 على 2، وهنا 0 ناقص ناقص 300 ده سيجما 3 على 2 يديني 150. وفي كمان شير اللي هو بين اس واحد سيجما واحد وسيجما تلاتة اللي هو يكون 350، وهرسمه هنا كده اهو، ده 350 طبعا فوق زي تحت نفس القيمة هنا، ونفس الشيء هنا 200، ونفس الشيء هنا 150. نراجعهم تاني، سيجما واحد 400، سيجما اتنين صفر، سيجما تلاتة ماينس 300، تاو واحد اتنين 200، تاو اتنين تلاتة 150، تاو واحد تلاتة 350.